نيجي بقى للشباب اللي معاكي، اخبار الشباب اللي بيشاركوا معاكي ايه في كيدوز تايمز اللي هم متطوعين، احكي لنا اكتر عنهم وعن طموحاتهم وعن الحاجات الحلوه اللي لمستيها فيهم من خلال شغلك معاهم. سمعتي صوتهم ازاي يا ميرال؟ وما شاء الله. طبعا انا احب قبل اي حاجه احيي الشباب اللي معانا على الفيسبوك، معانا شباب ما شاء الله يعني اللهم بارك عليهم. عامله جمهوريه انت صغيره صح؟ انا جمهوري، انا مش ملحقه عليهم. ربنا يبارك فيهم يا رب يعني. فانا حابه احيي الشباب اللي بيسمعونا على الفيسبوك الان، واشكرهم على سماعهم الحلقه، وباذن الله يكملوا معانا وينبسطوا اللقاء اليوم. واحكي لنا بقى عنهم. انا بدي اقول لهم كمان واسلم عليهم لانه كل التيم عماله بيحضر، وانا بدي اشكر واحد واحد فيهم من صبيه ومن شاب، لانه يعني لولا هدول الشباب ولولا شغلهم ولولا ولائهم ولولا كل هذا كان احنا ما وصلنا لهاي المرحله. يعني انا والشباب احنا داخلين، يعني احنا في حوالي مش اقل من 10 جروبس على الواتساب، كلها موزعه بين كتاب عربي انجليزي، بين مشاريع بيقوموا عليها. يعني انا يعني باحيان بقول لهم انا 24 ساعه موجوده، انا تليفوني 24 ساعه لهم، لانه ممكن تجي فكره بيكون عنده الحماس يعني مش قادر يستنى، وما عندي مشكله يبعتها on the spot، انا ما عندي اي مشكله بسمعها، لانه بهذا العمر ولما الواحد يكون متحمس مش قادر يستنى لتاني يوم. فدائما بقول لهم انتوا راح تقولوا لي وين نروح، دائما بقول لهم انتوا اللي لازم تفكروا، انتوا اللي لازم تفكروا بمشاريع، لازم اشوف وين بتفكروا، ايش الاشي اللي راح يفيدكم، الشباب اللي قدكم وين مشاكلهم. فدائما بتلاقيهم هم اللي عم بيفكروا في مشاريع، بيفكروا بافكار، لانه هم بيعرفوا ايش اللي ناقصهم، وين احتياجهم، وين مشاكلهم. فكل اللي مطلوب بس انه الواحد يسمع لهم ويقدر يساعدهم قد ما بيقدر. ففي عنا قدرات رهيبة ومختلفة، في ناس متحدثين، في ناس كتاب، في ناس بيقدروا عندهم قدرة في العلاقات العامة رهيبة، في ناس بالميديا وبالسوشيال ميديا، بالتصوير وبالمونتاج. يعني عندي قدرات ما شاء الله، يعني بتطلع عليهم حتى أنا يعني إنه مش معقول شو بحبهم، بس